يهودي مغربي ديالي ما تقدرش تمسو، عندك الحق تمسو، نموت عليهم ما ندخلوش بالسيف شي. انا ندافع على بلادي. يا جزائريين، كنت ندور كيما هكذا على بالكم لقيت بلي المراركة ما همش يتمسخروا، البراتيش ما همش يتمسخروا، تاع الصح راهم يستعدون لتنفيذ عملية عسكرية ضد الجزائر، حتى أنه جندي من عندهم خرج يهدد الجزائر بالسلاح ويقول لهم رانا واجدين. والبراتيش ما نحكي لكمش، راهم غير بالفيديوهات تاع استعدادات الجيش المغربي من أجل الحرب ضد الجزائر. بصح على حساب الشوفة كامل وش قلتوا درك يا الجزائريين، الجندي والجيش المغربي والمعدات الحربية وغيرها من الأمور راهم طاحوا أونبان برك. والله تما نزيدو شوي نستناوهم، هذيك هي يا البراتيش بالعقل، حتى احنا ماناش متقلقين، رانا نستناو فيكم في الحدود. المهم قبل كلش اهبطوا لتحت الجزائريين وخليوا اللايك تاعكم، اخوكم شرف الدين راهو يحتاجكم، وكيما على بالكم راني نحارب وحدي ضد الالاف من الحسابات البرتوشية. وفي التعليقات كامل افتخروا بالجزائرية تاعكم، وايضا وجهوا رسالة مليحة للبحرية الجزائرية. ما عليناش، حبيت نقول للبراتيش برك ما تتسرعوش لانه ظهرت الحقيقة على اكمل وجه، راح نشوفوها كيف كيف، ماناش حابين الحرب حنايا. شوفوا شوفوا يا الجزائريين، هاي المنطقة وين صارت ضربة، يعني شوفوا شوفوا سبحان الله، ها هاي الحقيقة، ها هاي هاي وش كنتوا تستناو يا البراتيش. يا والله رانا متونسين بيكم، امنتوني واقيلا كي قلت لكم ماناش حابين الحرب، رانا حابين الحرب من الاخر، ورانا نستناو فيكم الشعب الجزائري، الجيش الجزائري كامل راهم يستناو فيكم من الاخر. الان راح تشوفوا استعداد الجيش البرتوشي لكن على مواقع التواصل الاجتماعي، شوفوا مليح. القوات المغربية تتجه نحو السعيدية للانتقام من الارهابيين. انا تبان لي غلطوا في الطريق ولا المازوت خلاص لهم، مسكين ميمي ستة ما جاب لهمش يعني حق المازوت، ولا طاحوا أمبان، لانه الى حد الان مازال ما وصلوش، رانا نستناو فيهم، كنا مرحبين بهم بالسلاح برك والقنابل والاسكاتسون وغيرها من التجهيزات الاخرى، انا نستناو فيكم هيا. دبابة ديال بصح هادو، ها؟ والدبابة ديال بصح. مخلوعين في الدبابات، جامي شافوا الدبابات في حياتهم، باش تعرفوا باللي شعب خاطيه الحرب، وراهم يهدروا حابين الحرب مع الجزائر. وبالطبع البراتيش بدون الفوتوشوب ما يقدروش يعيشوا، شوفوا الفيديو هذا يعني. القوات الجوية المغربية على أهبة الاستعداد يا جدك. يا أخي حالة بعد، مونتاج أسوأ مونتاج شفته في حياتي. الآن جينا للحظة الحسم، وين وصلنا إلى تهديد الجندي المغربي لشنقريحة وللجيش والشعب الجزائري، شوفوا مليحة. دابا انا كنبكي بالدموع، حلفك يوميا هذا الفيديو الى وصل شنقريحة كيما العسكر قتلوا لي ثلاثة ديال شعارنا الله الوطن الملك، قسما بالله فرغت لك الجواب. انا نستنى وما قلنا لك والو، رد لينا الجواب. عمرني كنت غنبيع راسي، وانا غنبيع راسي وخا نعرف ندخل الحبس، وخا نعرف يشدوني شي قطعوا لي راسي. جاب لنا زعما بوشيه ولا ما على باليش ولا ساطور، وقعد زعما يخوف فينا بها، كشغل لا قادر على شقا كي هزيت بوشيه. راكم شفتوا شحال مخلوعين هذا الشعب يا. هذا الفيديو عمر محمد السادس ولا الحسن الثاني ما هضر على المغرب على الجزائر خيب، عمره ما هضر على الجزائر خيب. باش تشوفوا برك حتى الجندي تاعهم كي راهو يتكلم على الجزائر، الكلمات هربولو، الكلمات هربولو، تلفت له ما بين جزائر المغرب ما قدر يهضر والو السيد. عمره ما هضر على الجزائر خيب، مشيت لاي خطاب ها
ديال محمد السادس الله يذكره بخير، الله يجازيه بخير. نسيت دعاء، نسيت دعاء، ربي ينقص لي من عمري ويزيد له في عمره تاع 10 ل 10، هذه لكنك نسيتها شريك. نعم عمرهم هضر عليكم ولا جبد الجزائر، وكان ما قتلتو لنا ثلاثة يقسم فمي بالله العظيم تغنقتل العسكر، هو خلينا نعرف نموت. هذي عندك كما قتلتو لنا ثلاثة غنقتلكم انت اكثر. عمرنا وخا ندخل الحبس في هاد الهضره كنقولها، شحال يحرك يديه بزاف، شكون اللي يحركوا يديهم بزاف يا الجزائريين؟ جاوبوني في التعليقات. ندخل الحبس. ايوا انا ايوا قسم فمي بالله هاي شيا غنمشي الحبس ولا نموت. اللي ما كيجيش النفس على بلادو وشعار الوطن الله الوطن المليك. شفتوا يا جزائريين، بينت لكم باللي صح الجزائر راهي مديرت لهم رعب عند الجيش تاعهم. او انت على بالك صديقي راكم زدتوا فضحتوا روحكم برك باللي تخافوا بالفعل من الجزائر. الشعار تاعكم اللي تقولوا كل صباح كل عشيه غلطت فيه بسبه الجزائر، شفت كيفاه؟ ما كيجيش النفس على مالكو وشعبو الوطن ديالو وداكشي غيموت، موتو احسن منه. قسم فمي بالله هاد الفيديو ماشي شنق الريحه. يا الجزائريين حقوا له الامنيه تاعو، كامل اهبطوا خليوا اللايك للفيديو هذا باش يوصل شنق ريحه، لكن يا الجندي اذا تقلق شنق ريحه الله غالب، معنا ما نديرو لكك فاهم؟ انت الدم ديالك مزيان حد الدم ديالنا خي، انا كنموت على مالك وطني او يهودي مغربي ديالي، ما تقدرش تمسو، عندك الحق تمسو، نموت عليهم ما نذكروش. جاني سؤال برك فراسي، درك هذا جندي ولا مهبول؟ ها يا البراتيش تواجهونا بهذا؟ اذا الجنود تاعكم كامل كيما هذا على بالكم؟ على بالك ملي مش 24 ساعة نحتلوكم، نص ساعة نحتلوكم والله. نقتلنا ثلاثة قسما بالله تنقتل العسكر كامل، وانت غادي تشوف. يا شنق الريح شعارنا الله الوطن الملك 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 الملك. وهذوك الناس اللي كيجي من اليابان ومن سوريا ومن العراق ومن هذاك الشيء تهضر عليا بلادي ما تهضرش عليا بلادي. ما تقولش لي بلادي كاع مزيانة، سير هضر على بلادك، سير دافع على بلادك. أنا كندافع على بلادي. لا بلدي لا مالكي لا وطني. يقسم فمه بالله العظيم شي قرضي يبقى يجبد الفيديو ويبقى يهضر على المغرب مزيانه، تسير هضر على بلادك تهضرش على بلادك. انا كندافع على بلادي، وخا يعرفوا يقطعوا لي راسي شنو راسي. درك تسرح كي ولا يحكي على الدول العربيه الاخرى تحرك لسانه ولا يهضر نورمال، لكن قبيله السيد وش بيه تبكش. بالسيف شي انا كندافع على بلادي اختمني انا حي الله يعاون شعارنا الله الوطن الملك. ملي قتلتني ثلاثة غادي نرد رد الفعل، رد الفعل شنق الريحة يا من بركة على القرعة. رد الفعل شنق الريحة. ثلاثة قتلنا ثلاثة جبتوا لنا أربعة خمسة، اش بيك صاحبي اش بيك؟ تعلم تهدر، تعلم تسرح لسانك شوية وتهدر. هناك شوهت بلادك برك على بالك؟ على بالك بلي شوهت بلادك ولا ما على بالكش؟ على بالك بلي بينت بلي الجندي المغربي مريض بالجزائر، وبينت بلي الجندي المغربي الجزائر هي العقدة تاعو، ها؟ تما يونترينيوكم ويدربوكم على كره الجزائر حتى نتوما. الأطفال الصغار كيف كيف، هادو كيف كيف، ما فهمتش أنا واش راهو صاري يا الجزائريين. ومن بعد يجي ميمي ستة تاعهم حبيبنا يقولهم أنا قدمت لكم يدي من أجل الصلح وما زالت يدي في الانتظار وواحد محكمها من قبل الجزائريين. واش راح نقول لك وليدي؟ ربي شافيك لأنه راك مهبول، والله راح داوي، راح شوف كاش طبيب نفسي. أني نقول لك روح داوي تاع الصح، إذا راك حاب الحرب مع الجزائر أروح تحارب، ماشي دير فيديوهات وتهدر والبلا بلا والكلام الفارغ. انا نستناو فيكم للحرب، قلتوا لنا جبنا لكم دبابات، قلتوا لنا جبنا لكم ما على باليش، المهم جبتوا لنا بزاف صوالح،
لكن شفناها غير على مواقع التواصل الاجتماعي، شفناها تمشي غير في مواقع التواصل الاجتماعي. واش صرا لها؟ حبست اونبان، حبست اونبان. ها وصلوا حتى يديروا فيديوهات يخدموهم ويدير لهم مونتاج، طائرات ملصقينهم في بعضهم ما يعرفوش حتى كيفاش يديروا مونتاج كيما الناس، مونتاج هندي كيما الفيلم تاعهم الهندي اللي داروه، لانه هذاك الفيلم ثاني فيلم هندي. كيفاش السيد في البحر يعوم ويده حاكمه الجاتسكي وتمشي الجاتسكي، ماشي الجاتسكي اللي تمشي السيد. هيا فهموها لي برك هذه البراتيش هذا، والله ما يتربوا. المهم كملوا كيما هكذا، هذا واش نقول لكم، هذه النصيحه تاعي، لانه كل جزائري راهو متونس بيكم، والله كامل الجزائريين اللي راهم يشوفوا في الفيديو الان متونسين بيكم. شكرا، كملوا كيما هكذا وحنا نديروا فيديوهات ونضحكوا عليكم وهي ماشيه مليحه عجباتك. المهم يا الجزائريين، قبل ما تخرجوا كامل من الفيديو اكم على بالكم، اهبطوا لتحت خليوا اللايك للفيديو هذا باش ما يسينيالي واش برك، وبالتعليقات ردوا على الجندي هذا، ما ديروا رد يعني خفيف ظريف اللي تداويوه به مسكينه ومريض. المهم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمه.